قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين إن شاء الله تعالى. وحنك بالله بين آيات بغل أفرتن يأفر إلى آيات بغل كنتن يشن وسورة العراف. نبي الله موسى مركي بلنتي الله وقبتي وتقي والنبي هارون لب بلمي موسى مركي بلنتي الله وقبتي وتقي ربي والله هذي مكان نبي الله موسى وحوى يديستي إله أنكو أركو الله وحوى لهذا ديري أركي ميسيد لكن بالبور تاسان الظاهرية بلين السقناتية إنك لأ فيرسو بورتي مركي الله الظاهري ويبور بورتي مركي موسى نوامير بالي مركو سوبك سودي بو مركي يلي سبحانك ألو نزهناتي توبت إليك وانكو توبكين هذا في سؤالي أنكو سؤالي ذاتك أقوه الرميين واناي مركز الله سبحانه وتعالى نبي موسى مركو وحبئ سيسكو حكومي وان توبكينين والله وحوشي يا موسى إنو فالدك يا ألي وحبئ ونبئني قال وحوشي الله يا موسى موسى إني أنا استفيتك وانكو دورتي على الناس ذاتك أردن الله وقتك تاي بانكات دورتي برسالتي وانا كود دورت رسول رسالة ذي ذا ورسالة يكون فربنا ينو علم فربنا ويهل كي رسالة بقى وبكلامي الله هذلت ذي ذا أن كلها اللي بغير واسطة يان كود دورتي فخذ قاضو ما آتيتك وحن كسيي والدين تأهو عرضي ذا أقاضو كو عمل فلودتك أشياء وكون أهو من الشاكرين كو ألا كو شكرية شاكرين تمعنه دوها ويكو النعمة ذا الله موتية والنعمة ذا ألا سيا موتية الله نبي الله موسى وحكيري وان كود دورتي وحما آدم بإني رالان كاهاي لبا مسألو عجيب وان كود دورتي رسول وان كاردق ورسالة دي أدن كود ديوي ستو سنة وان كولها اللي بغير واسطة بغير واسطة وان كولها اللي مركز سيدا درتي هير كاسيات قارسي سنتهي وحلو سي قادو شاكرين تنا كميدا ونعمة اللي كوة كوشبرو أموشيا كمين نغون طبعا كمين نغوني قال الله عليا موسى موسى إني أنا استفيتك ورتو وان كود دورتي وحوي وحبان ماد بإنن على الناس الدد كور نمبان كاد دورت كل وقت جاء برسالاتي رسالوين كي جيبان كل دورت يعني دين تكلي جيد با انتا صور رسالة وبكلامي الله اللي دا ايدنا انتوس كولها اللي بغير واسدنا وانكود دورتي فخود قاد ما اتيتك وحن كسيي قاد او توريدي الدين تي رسول لمدا يعني كو كالسونوي وكونه من الساكرين كو كشبرية الله وحير وكتبنا وانقوق الرأي له موسى درتي في الالواح اللوحيه من كل شيء شيء لأرك كله أو لبها هي وين شيء والبؤ لبها هي أو حقوق فلان موعدة وعد بأن أقوق الرئي يو تفصيلا كلا عبين يا كلا دق دقت لكل شيء شيء لأرك كله أو حكم يا أحكام يا حلال يا حرام فخذ قاضي نكون المر قل ناوح أن نكون خذها قاضي بقوة الحوك قاضي يعني الددان نشاط قاضي أدق في فرعون أو كلسونك قاضي وأمر أمر قومك طل كان يأخذوا حق بسدين بأحسنها وناجا ذا حق بسدين أو وحي وناجا هكو عمل فلان وناجا ذا حق بسدين معناه ذو هوية أمر كذي النهي كذي أحكام كذا هكو عمل فلان وناجا واسدا سأريكم وان إذن تصني حدات غير بني إسرائيل كين دار الفاسقين فاسقين تدار هودي أما الدجان كودي وحي أركان غير بني إسرائيل قوم شو كاهين قوم عاديو قوم يعني فيع عاديو قوم صالحيو كل واحد صار نبى على ودسيه وما ذي يجا كهر يسيد أهل السمين أوبا بئن مركب كل عبرقات هاي كذلك هاي أبي أتحرك أقدام ويدان ودين تلي دسيه كل عمل فلي ويدان سيد كوا هراء كله وبحالة نقدر نسوي مركب الواحد عسي هذا اللي بدنا بيكليهن وحبا ومبهنين قد ذهب بيا هاين قد جيدي هاين قد نجح بيا هاين واحد صار وح يعني عقيده كل تعلق دمله وح كسي هايين بقى الواحد هايين توريد بقى مركز الله قصو قري توريد يا الله قصو قري توريد بقى مركز أوليمي مركز قبسالة إذا أدوك سيح نشيطة في الفرعونية يددال يحوق قبس قوم كاغونا وناك يدور لم هكو عمل فلان وح لو هو ناكسين إيه لحدة ليالي هكو عمل فلان وأحسن كهذا أفعل التفضيل كاس لو متشيد بحسن هاوي كيدا وناكسين ها قبسدين وين مكا انت وحال لدين فاعين في بنو اسرائيل فاسقين تي هوري ايه لبربوريي دقان كودي بادر كيسان سيادو عبر قادتان كتبنا وان كق الرئيب قال لجري بلبنة الملك جبريل با قرية الله با امرية له مسدر في الالواح اللوح دي من كل شيء شيء لأركو يحتاجه بنو اسرائيل اي اباهيهين او علمية موعدة وعد بان كق الرئيب
وحوي كل ذا يتكبد لي محل كذا أما الواحدة وحوي وتفصيلا عدين لكل شيء شيء لأرك كل أو احتره حكم العدي وقلنا وحن كل رمك ماشى سيكسر تأخذها قاضو قول إن لحد في القرآن كم يكون بدن تاعي فخذها قاضو يعني كل لأن مركو رئيس قال لا مهلين كتبنا في الأول حبالي مركو وين هذا الكيس قال لو جريو ليلا قول فخذها قاضو أو قبصو بقوة أود ينشاد في الفرعون كو قبصو وأمر أمر قومك قومك جاء خذوا ينهق قبصدين بأحسنها ونال جيدها قبصدين هكو عمل فلان سأريكم وان إذن تسيرين بني إسرائيل دار الفاسقين كو يطاع هذا الله كبحي دقان كو ديبان إذن تسين إبل سيدا إيهين بالأركة أكو عبرقاته وان سأصرف وان كلي حنبو ألا يلي عن آياتي عن فهم آياتي آياتها يجب فهم الدودة الذين كو يتكبرون كبري في الأرض الأولى الحديثة كو كبري بغير الحق قردرنا أو كبري يعني كبر عن حقهين ويوئيروا هذي أركان كو النوع عاسه كل آية آية كستو معجزه الدليل لا يؤمنوا فمين مهيان بها آية لا فمين مهيان سحر يوحكيق لكو شيئا ويوئيروا هذي أركان سبيل الرسل هنون كوالدديس أو السواب كوالدديس هذي أركان لا يتخذوه رشدقا كما يالنيا سبيلا ودا كما يالنيا ويوئيروا هذي أركان سبيل الغي بعدد يلمد ودد يدنا يتخذوه وحي كيالا سبيلا ودا كيالا بأل الله سبحانه وتعالى الله حكم ديس وحي كل دراتي قفكم مركو كبيراني هاي وددكو كبيراني هنا إسلويهين وحبا بإناني فهمين ويفهم الدرائيهين وحي فهم الدرائي وحكاقهم تدكي اللمد هابا إلا تهي إنو كسر راي وحكاسر راي أنا مسيره سأشرفه وان كدو وان كليحن عن فهم آياتي عن آياتي عن فهم آياتي آيات هيك فهم الدولة الذين كوا يتكبرون كبري في الأرض بكر الحديث بغير الحق قردره كبري حق لآن كبري حق غير كبري وين يروا هذي أركان كواسي كل آية آيات كستا أو سماوية أما معجزات لا يؤمنوا رمين مهيان بها آيات لا رمين مهيان وين يروا هذي أركان سبيل الرستي صوابك ودديس هنونك ودديس هذي أركان لا يتخذوه كيالا مهيان وددا يدع سبيلا ودد كيالا مهيان وحفي عنه بابا أبو طرم وإن يروا هذي أركان سبيل الغي وحوي بعدد إيا الضلال كوددي سهدي أركان يتخذوه وحي كيالا سبيل كاس سبيلا ودد كيالا محاوه عن ذلك حق ديد نمداس إيا وددا حني مرا يعني بأنهم بسبب أنهم إيا وكذبوا وحي بينيين بآياتنا آيادها يقل بينيين وكانوا وحينا هذين غافلين كواها المانسان عنها آيادها يعني كواها الفهمين وصيدي وحان يقل لو كينين با سيدي وحان حصوصنين وكلاه بأو الدغمية مركا معنوه حوية كبير كأي كبيرين بيوحبا لفهم الآيين مركا آياد اعتماد دو هدو قفكو كفير سادو ومعنى هذا اللوحو يساقو حقدونا وفهم آيا لكن مركو أركب هدو بينيو ما فهم آيا ولي كسو نقل ما يملحن بو قاري محا أقوة عن ذلك ضلال كأي اللي حدين قول اللي حدين محا أقوة عن بأنهم بسبب أنهم يو كذبوا وحي بينيين بآياتنا آيادها يقل بينيين بينيتي أي بينيين بعقوبة دي وحي نقطي إني وحب فهمي وايان وكانوا وحينا هي غافلين كواها المانسان عنها آيادها أو سيدي وحن يقبل لو كينينو كلا يا ولا تقمين والذين كوا مركا كذبوا بيني بآياتنا آيادها يقبل بيني واللي قائل آخرة آخرة لكل كذب بيني آخرة لكل كذب ومحي إن آخرة دعي سوء الله لقو لكل ميو وقفوا بعمل كيسا لكل ميي بيني حبيد دوي بربرتي أعمالهم عمليات كودي مركا هدي كوا عقاب لقو أبال مريو هل يجزون ميال الأبال مريي إلا ما شيء مو يكانوا هي يعملون كوا عمل صلاح سعمل كوا ذي لقوا ما المرن ها لباتكست كستو لوجيست لباتكست كستان لظلمين ماي عمل كي يجو أي لي مادين فلقى أبى المرنين مرك مرك هي مكذبين يهين وعمل كي كبر بري ويجو عيله صفر اليدين أي بين يديك بالعالمين استاجين توحي لقوا أبى المرن ياي ووحي يو كسبدين وين لقى ما قدر وين والذين كوا كذبوا بيني بآياتنا آياتها يجب بيني واللقاء الآخرة آخرة الله كلا كذا آخرة العتان كذا هي إلا كل ما يو الله اللي هو تجيو أو أعماشي أو لني أي ماشة إيمانه أو خلقه يسلو إيمانه يو حبيت دواي بربرتي أعمالهم عمل يال كودي هل يجون مرك يا الأبا المري هدي كوال عقاب وعمل في اللي جبر بري إلا ما شيء مو يكانوا أيها يعملونكم عمل صلاة واتخذ وحي سما يستين قوم موسى موسى قوم كيسي من بعده من بعد ذهابه انتو كتغي دبدي او ميقات كآدي من حليهم جوهرتي وحي كسما يستين
عجلاً دبي جسداً أو شدله دبي قال شو له وصل هذا خوار عقا أغلى بك الله عليه أغلى حمد وضع ألم يروا ميانا أركين أنه دبي قاني لا يكلم من أنه لبه اللي نبوت وهدي الله هذا سول بل هو الدواقه وأن هذا البسوع علينا ولا يهديهم ونكوهن ونينين سبيلا وضع وحقه وشيغ يوح جوه وشيغ من ناين يشيرين اتخذوه دبي ويكيشين إلهم بيكيشين وكانوا وحينا أهين ظالمين وكوا كردر المكي سيدا يلين نبي الله موسى مركي طور السين اللوغة مدقبتاي أو تغي وحوي وحي صومرين مركي كي مادين مصر قولا دبي عابديسة وسساميري بالسعودة أو ملك جبريل حالده سوحك يقيني وحالليه هاي سنة ويلش اللينا يبور لشي ساقي موسى اسكو مربي لشين مركا هو يدي بابورها قيسي ملك جبريل بحالك كنت قالي شري مركا وحوغي ويا أرق نمو كايسي ملك جبريل مركي سوى تلابه مركا مركي ملك جبريل أي بدل سوى تلابه يين يعني فرسكي وفوشنا فرعون لقول مني لولكي وكوتي وكسدي عيدي أهي بوحكو أركي عجيبة عيدي بسوق هذا مركا marka masadun habeen markay tahay ba wuxuu yiri uu maqan yahay nabi muuse uu iloobay alluna soo raadinay ku dayday ugu maqan yahay hada dibigi buu samay xullidi isoo wada keenay beel kalena uu ku sheego wuxuu yiri waxay ka soo ergiseen xullida inay aroos leeyihiin bay qibdiyinka ummuusiyan markay ka imanayeenoo way ka soo ergiseen marka nabi laa muuse ninkaas saamiri wuxuu yiri muusa isna la dhigi jiray ayn wa haram bay inuu yihiin keena dabba meeshii laga siday waxa weeye waa lagu toori xillidi dibi buu ka sameeyo marka uu ka dhalaalay marka culimada qaar waxay leeyihiin jid buu yeesho Allah baa dhig iyo jid u yeelay marka uu ciyaa jasadanta macnaheedu waxa weeye dhig iyo jid uu leeyahay iyo la fuuleeyahay qolyana waxay leeyihiin maye joof buu u yeelay duleelo xagga dabaysha intuu u duway ba markay dabaysha soo gasho xagga hore ka ciyay waxay u dhawdahay jasad baa loo yeelay u dhawdahay way fahmi lahaayeen jasad baa loo yeelay bay u dhawdahay marka dibigaas uu sameeyay markaas uu wuxuu yiraahdaa ilaahukum wa ilaahu muusa fannasee wa kan ilaahi muusa wa illa bayo uu soo raadinayaa buu ku yiri marka qayb weyn baa ka raaday nabi laahuna markaa goobjoog buu ka yahay wuxuu markaa yeelama yaqaan hadii uu qoladan dagaal ku qaadi lahaa waa ka dhihi doona waxaan ka yaabay in khashiito an taqula farraqta bayna bani israa'il wa kala jibsin marka nabi laahu haaruun de wixii isaga la gudbanaa uu yeelay laakiin waxa uu ka qaban kari waay wa takhada wa hay samaysteen قوم موسى موسى قوم كيسي من بعدهم انتو تغيكد من بعد ذهابه من حليهم حليدي جوهرتي معدنتي عجلا دبي جسدا او تشدل له وحاوسونا دي دبقى خوار عي او صيد اللقض او كلا الله مركب حليه ألم يروا مياني أركين أنه دبقاني لا يكلمهم إنا نلبها اللي ننبا او شوب السوء عليني او ولا يهديهم ونكوهنونيني سبيلا وضع واحد طريقه وشيغي حجوه وشيغ من نتشرين اتخذوه وحيدبك كيشين إلهم بيكيشين وكانوا وحينا أهادين ظالمين قوة قردرا عبادة بيشي اللي ربي ميلان هين بيدقين حوي وكي نبي وكي نبي هارون مركو الله اللي لها لن نبرها عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى بيه تبقى اسم بعد عابدين إلى موسى نوي ماده وطلد موسى يعني كحر النه ولما سقط مركي اللقود دعي في أيديهم كعمه هذا مركي اللقود دعي وكلمة عربية مستعملة waxa loo isticmaalaa markii nadaamoodeen nadaama shadiid waxay la mid tahay Soomaalida markii la yiraahdo waa la lug gooyay lugti lama jarina garo waxa weeye dib baa loo geysay ka dhigantahay markii gacmahooda lagu dhacay marka gacmaha ku dhicida waxa laga wadaa qofku markuu dhibaato oo qoomamoonayo fartu dhexda ka qanina marka gacantiisii buu ku dhacay gacantiisii buu qaniinay marka wala maasuqida markii lagu dhacay fiidin yaani nadimu nadaamatan shadiida oo ay arkeen inay khasaareen oo waraa ay arkeen annahum yagu qad dallu inay lumeen قالوا وحي لهدين لئن لم يرحمنا هدانو نو نحريسن ربنا ربغيو ويغفر لنا نو دافن لنكونن وحان هانين من الخاسرين ومركان دنبه ايدين نبي موسى او عديي اي وخ ولبا نبي موسى سمينيه وحياما بدن با مركا دعيو وا كديبي انت لا بربريو بدا لوغ توراي وحي لهدين مركي اركين اني لومين او هورتودا لوغ دعاي او قوما مودين قالوا وحي لئن لم يرحمنا ربنا ربغيو هدانو نو نحريسن ويغفر لنا نو دافن لنكونن وحانا هانين من الخاسرين كو خساري توبة دودا نواك اللغو حلين فاقتلوا أنفسهم اسدلان لي كو اسكسي توبة دي هالكاسين هير سنة لقارتي وحالغو عقابين اسجاران او كوح دلانة وحنقنا يا مغفور الزنبي والو دنب الافين كل الدلين شهيد بوبا نغني ولما رجع مركو صون نغني
marka masalada hore ee meesha hore muuse soo noqodkiisa ka horeeya markay tooba keenayaan oo leeyihiin hadaan la noo naxariisanin soo noqodka muuse yaa ka horeeya marka macnaha ku garanaysaa sida walama rajaca markuu soo noqday muuse muuse miqaadka ka soo noqday ila qowmihi tolki u soo noqday qadbaana xaaluhu cadhaysan yahay asifan aad u murugaysan yahay qaala wuxuu yidhi biisa waxaa xun maa shay baa xun khalaftumuni aad iga dambaysiiseen oo camala min bacdi aniga dabaday acajiltum ma waxaad dadajisateen amra rabbikum rabbigiin amarkiisa miyaad dadajisateen ood sugi weyne inta ilaa xukum idin keenayo oo sharci idin keenayo idinku soo noqonayo miyaad sugi weyneen waa qalal wax looxdiina waa butuure waakada wuxuu qabtay bira'si akhiihi walaalkii madaxiisa timuhu saa u qabtay yajuruhu isagoo jiidayo soo gundhinaya ilay xaggiisa usoo jiiday nabilaha muusa wuu soo noqday waa loo sheegay isagoo xaggiisa ilaaliya inaa qad fatanaa qowmaka min bacdika waadallahum saamiriin meeshuu ka cadhisan yahay waa halkaa markuu soo noqday ku soo dhow yahay yo waa la fadiyay yuu hamhamadii maqlay hamhamadu waxay ahayd intay dibiga ku hareereeyaan iyo ku dul raqasayeen oo xuud xaax ku dul dhahay ka hareeraha ka maraan dibiga mufasiriinto dhan way wada dhigaan kulli sheekh baan bari weydiiyey waxaan idhi cibaadada xadrada la yidhaha maxaad sheekh isaga daysay baan ku yidhi oo 17 kitaab oo tafsiir oo dhigayo oo suraynaya markaan arkay baan iska daayay buu igu yidhi macnaha waxay ahayd cibaadadoodu dibigii halkana la joojiyey hareeraha waa loo xilqeeyey markaasaa lagu dul raqasayaa hamhamadii markuu maqlay hada sawtu lfitna buu yidhi baa linabi muuse looxda markaasuu tuuraya fitnada maqlay walamaa rajaca markuu soo noqday muusa muuse ilaa qowmihi tolkii usoo noqday qadbaana xaalo u cadhaysan yahay asifan murugaysan yahay qaala wuxuu yidhi biisa waxaa xun maa shay baa xun khalaftumuni khalaftumuni aad iga dambaysiiseen bacdii dabada min bacdii aniga dabada iga dambaysiiseen oo aad dibigan aad caabudaysaan acajiltu ma waxaad tiigsateen wey ma waxaad dadajisateen oo tiigsateen amra rabbikum rabbigiin xukumkiisa inta alla xukum idin keenayo oo hoggaan laidin keenayo sharci laidin keenayo miyaad sugu weydeen waalqalal waxa looxdiina uu tuuray bagax buu ka siiyey wa akhada wuxuu qabtay bira'si akhiihi walaalkii madaxiisa gadhiya labadaan buu isu qabtay garo oo bilixyati akhiihi yajuruhu isagoo soo jiidayo soo gundhinaya ilayhi xaggiisa usoo gundhinaya yuu soo qabtay oo soo jiiday qaala wuxuu yihi ibna umma marka nabiy ilaahi muuse dee cadhadiisu wax xoog badan bay ahayd durbana wuu soo noqon jiray baa layi marka wuxuu u qaatay nabiy ilaahi haaruun inuu u yar dabcayo wuxuu qaban karay oo inuu qabto ahayd uu ka dibdhacay sidaasu u qaatay weyn waalqalal waaxa looxyihii wuu tuuray waakada wuxuu qabtay bira'si akhiihi looxdaasi 7 looxda ahaan iyo wax kasta habaday ahaayeenba cilmigii loogu talagalay in reer banu israa'iil ku dhaqmaan baa ku qoraa sifada nabiy ilaahi maxamed baa ku qoray qaala wuxuu yihi nabiy ilaahi haaruun ibna umma ina hooyo ina alqawma qoomkani istadcafuuni way idaciifsadeen way iquursadeen oo waxa weeye way iduleeyeen wakaaduu waxayba sigeen yaqtuluunanii inay idilaan bayba sigeen ee falaa tusmit ha ku farxgelinin bii aniga alacdaa cadowga haygu farxgeli haygu farxsiin ilan haddii iyagoo dhibaatadaa hore ii geysay adigiina haddaad ii raacdood iigu darmato way ku farxayaan walaa tajcalnii ha iga yeeli maca alqawmi qoomkii aldaalimiina ee daalimintaha yacni igala xukum ha dhigi weyn ilaahu iyaga xukumkooda haygu dar walaalow xukumkooda haygu darino inaan anigu waxba iyaha moodin oon dulmiga wax ka sameeyey igala mid ha dhigin macnaheedu waxa weeye inaan daalim haya u qaadani weyn oo iyaga dulmiga ay sameeyeen anigu kulama jirin waxa weeye hooyadii buu ugu cawday waa hooyadii dhashay marka xagga hooyada naxariistu way badan tahay qaala wuxuu yihi ibna umma ina hooyo ina alqawma qoomku istadcafuuni way iquursadeen way idaciifsadeen inaan daciifahayno waxba ka tari karin bay igu tilmaameen wakaaduu waxayna sigeen yaqtuluunanii inay idilaan falaa tushmid ha ku faraxgelinin bii aniga dhibaatada aad ii geysanayso alacdaa cadowgana ku faraxgelinin iyo cadowga cadowgiisa uu ku farxa dhibaatadiisa walaa tajcalnii ha iga yeelin oo igala mid ha dhigin maca alqawmi qoomka adaalimiina ee daalimiinta ahaa haye nabiyullaahi muusa waa ka jeedsaday qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayo ikfir lii ii dhaaf weli akhii walaalkayna u dhaaf waadkhilnaa nageli labadayadaba fii raxmatika raxmadaada waanta adigu arxamu raaximiina kuwa naxariista oo dhan baad ka raxmad badanta nabiyullaahi muuse wuxuu ka istikfaarsanayaa oo ilaahu ii dhaaf u leeyahay walaalkii dhibka uu geystay qabashaduu qabtay buu ka istikfaarsanaya midda kale wuxuu tusaalaynayaa qoladan cadowga inuu walaalkii wax ku bi'iyey ilaahu ii dambi dhaaftan uu leeyahay inuu walaalkii ku bi'iyo walaalkii uuna gardarayna isagoo gardaraa buu qoladan tusaya oo ilaahu ii dambi dhaaftaas uu leeyahay walaalkayna alle u dambi dhaafo qoladan uu la jooga haddii gabood fal uu ku yimid ilaahu u dambi dhaaf eelu raxmadana naga dhig buu waa kii markaa
marka muuse ee saamiri intu no yaa saamiri fuma khadbuka yaa saamiri waradiga xaaladada ka war marku walaalkii leh siiyay haaruun heshiyeen muuse saamiri buu leexday fuma khadbuka yaa saamiri qala bashurtu bima lam yasuru bihi faqabadtu qabta min athar rasul wa ka muuse saamiri marka ilaahay wuu ka badal lagu tuuray ee wax iska tan la misasa gaabtii lagu xukumeeyay waxay noqotay an taqula la misasa oo qandanay hadii sida ruuxu taabto sibuu noqonay قال وحر رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك الله الرحمة داد النجل وأنت هذا أرحم الراحمين كوا نحرس طول نبات كان نحرس بدن تاهي إن الذين كوا الله وحيره إن الذين كوا اتخذوا يا شيء العجل ديبقي العجل ديبقي إلها كي يا شيء لبا مفعول بي اتخذوا قادتها وقال إسكا قوي كيكا لو إسكا عدا هيد بوال إسكا قران إن الذين كوا اتخذوا العجل ديبقي كي يا شيء إلها الإله كي يا شيء سينالهم حاجاري أو كدعي غضب عرق من ربهم ربهم حق سكاهتي إيو ذلة ذل في الحياة الدنيا نلشان لتشوقه وكذلك السلاس قول هذا سلو أبا المريء وعقابته يعني نجيء أبا المريء نابو ألي المفترين كوا بين أورتين ساسا نو أبا المريء نابو وحوي قول هذا الدهي ربنا إسرائيل ولقود بدل كما تبحين يقول ربات تبطا بيقيستين الدون كان هو الدليلين بيكويهين آخرنا هذا الكيد بداه هداني مسلمون إن الذين اتخذوا العجل هو ديبقى إله كردك تيسينالهم وحاقاري غضب عرم من ربهم ربي قوتك آهاتي إيا وذلة ذل إيا مسكين نمو إيا الذل ذل والإسكا قرنية في الحياة الدنيا نولس الدنيا ذا الذل بيكونوا لهم والقود دب الصعد بين قرنية وكذلك السيدة سأل النجزي أو أبا المرنة المفترين هو بين أبو رتاي وكالي هو بين أبو رتاي وردان نجزي المفترين بين أبو رياش سواسا وأبا المرنة بعض العلماء وحي له المفترين توحى سوق لي البدعة المبتدع وها عادي أبي له قفك مبتدعة ودينة إسلام كوح كسو بيري ووح بدعة ليمن هذه يشيرين الدلية هاي أولي قف بدعه مبتدعة وشرف لنا ما أرد بالي ووح لتجربة يبال والذين كوا عملوا عمل فلي السيئات حمانته عمل فلي ثم تابوا توبة كاني من بعدها حمانته انت السمايين كدي وآمنوا فميي إن ربك ربك من بعدها من بعد التوبة توبة كذب لغفور كي دافوه فحيمنا نحريستا خيبنا إسرائيل هدى يهيني هدى عدك ليهين بس يقود داد كدب بيلياش ودنبك السمية دابد أن توبة كانوا مؤمنين دب أن نغضي وحوي الله ورافة يا سبحانه وتعالى دنبك السبع السمية الله سبحانه وتعالى رحمة دي سوى بالله رنتها يوم قف كان دنبك انت اللي اقبو السمية يان لغا توبة أقبال مثال شرك با أقوين وحل السمية شرك با أقوين يا أنبياء الله أنت هذو قفك التوبة كان خلاص الله كتوبة قبلين والذين كوا عملوا عمل فلا السيئات حمان ياشا ثم تابوا كسر نغدو كتوبة كان من بعدها من بعد السيئة سيئة حمان تين سيئة كذب من بعدها من بعد السيئة وآمنوا ثم إيمان كودر لب نغدو إن ربك ربك من بعدها توبة كذب لغفور كذا فهو يرحيم أن حريسته ولما سكت مركو كقبوا بي ككل الدقي عن موسى موسى الغضب عردي أخذ الألواح لوح دي بقاتي ويبربرين ولا ليه هاي لكن وحي مهم كأها وكقرية هاي اسكقرأ ولما سكت مركو كقبو بي نبي الله موسى عرى سيدا ككيني سي مركو كقبو بي عن موسى موسى الغضب عردي أخذ الألواح لوح دي بقاتي وفي نسختها قرال كذا وحاكسوغا هدى هنون يو الرحمة الرحمة عندي كل قتوية قرأ للذين كوي يهنون يو الرحمة إياهي هم يجوا يرهبون كبقي للربي بربي قد كبقي للربي إن كانوا مفعول يرهبون وياه مثلا لم توحل جزء يادنيا وحوي مفعولك فعلك حقه رادو كمره فعلك الوح جنيا مركا نبي الله موسى لوحدي بسواق هذا وحي كقرانه وحاسوها مركا وحبك كمله من تذكر قارب وحيدهن علم بدن باكله من وحبك كمله من وحوي هبجة جبت هذا يدون توح كله من مشي وحي لو قلت لك قال إن لو قلت رقمه وحوي وكقرا ولما سكت عن موسى الغضب عرض مركي كقبو دي أخذ الألواح الله دي بقاري وفي نسختها قرال كذا نسخة وحا قران بالينا وحا ميل لقصو قوريينا والا يلا هذا هدى هنون باقوق ياكو يا كميدا وفي نسختها وحا قصو هدى يا ورحمة يعني شايف رحمة كينا يا هنون باقوق قران للذين كويبوا الرحمة إياهي هم يقول لربهم ربك ودير هبونا كبقي واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا مركا نبي الله موسى مركي حالة دي سلاو دعدي dibigii la burburiyay muuse saamir habaarku ku dhacay allah inay ka tooba doontaan oo meeshii nabi ilaahay muuse lagu tababaray ee lagu la hadli jiray intay tagaan inay alla weydiistaan tooba keen uu nabi ilaahay muuse qoomkiisii wuxuu uga soo coday
وحوي تضباطا وكسر بالمثل لبيه تمن شليب يعني شليب كيب اللح هذو كقاط سلا سوكله لبيه تمن كي شليب شليب كيب اللح لبنا نبى مركا دير تضباطا كي مركا لبدان إنه حوي ويسكر راعين أما هو كهدين بقى واختار وحود دورت موسى موسى قومه تلكي 70 رجلا تضباطا سي الله توبة كي نقوم وشيا لميقاتنا مدقبة كيان يعني ميل الله موسى وجد مدقبة من هلك على جد توبة أقبله قلدان فلما أخذتهم مركي قبطي الرجفة جريركي قلب جودة جريري وحبال لك جريري قال ربي وحولي أوي صوحان ربي ربي قول لو شيت هداد دونتو أهلكتهم كوة واتهلاقي لهي من قبل هوري إيو إيا يعني قبوة واتهلاقي لهي أتوليكنا مياد نوهلاقي بما شايف على السفهاء دقمضوا أي سميان ومنا نقامنا وحوي بالمثل وحلالي هاي وهاي رسفد وقول لعضي أرنا الله جهرة ومركي إلهانين تضباطا كيلين إله نفس بإلهه مكاسو حالته هلكا سيك مكا غرير يدباتو يا كود عدي كان نبي الله موسى وحو كعبناي الله يو هدي كو سيدان كودنتان خيبن اسرائيل مخان او شيكاين ما حتى نو هلاقي حد كورو بدباتوين بدن ما سو مرهين ودنا هلاقي لهايده إله تن نغن نبدغلي سيدات كو يور نوغن نبدغليساي وحا وهي ددكي وحبيسكا اها كو يدي سفاده هدي لو فسر كو يدي ديدا عابداي اي نو عاصه ما وحي بييين بدن غدباتدن لو نوغيسني ساوين أما كون لفت هذا وحويس فيه نماء اللي يمدو في إذا بدره كوك عنو أرنا الله جهرة بيلهنه واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا مدقبة كيدي فلما أخذتهم الرجفة قريرك مركو قبتي زلزلدي ميل بان لك قريرتي ويسوحين قال وحولي رب ربك يو لو شيت هداد دونتو أهلكتهم واد هلاقي له من قبل هرب أدو هلاقي لهي بدي بعد نقول هلاقي لهي ميلها سومر هد نقول هلاقي لهي يويا يا آني قبا أتولكنا مياد نو هلاقي مانت النوبة بين بما فعل السفهاء دقمدو وحي سمايين ومنا أنك نقمد مياد اللو نو هلاقي مركا عبش شيكتها يين أمر ماها يعني ويدين ماها إلهو محاد نو هلاقي معناه وحوي إلهو أن هلاقي مكردق انتهي إن هي ما هي فتنة دي بيقلقو فتنة بي ماها إلا فتنة كامتحان كاقمو يعني إلا الله وحوي لإنا قد فتنا قومك إلهو امتحان أدوك آتك انتهي تضلو واتكوها اللين بها فتنة دا من تشاو قفك الدونتو وتهدي واتكوها نونين من تشاو قفك الدونتو أنت أدق ولينا قرقارها يغاتي ناصر كي يغباتي فاغفر لنا النور دا ورحمنا النور حريسون إن هي ما هي ماها فتنة دي إيادة أهي دي دي بيجي لقو فتنة بي إلا فتنة تقا أدق امتحان كاقمو يعني تضل واتكو امتحاني واتكوها اللين من بها فتنة دا من تشاو قفك الدونتو وتهدي واتكوها نونين من تشاو قفك الدونتو ضد باب فتنة كفى إلي سنة يدينها نقفى إلي سنة أنت أدق ولينا قرقارها يجي باتهاي ناصر كي يجي باتهاي مامولها يجي نواتهاي فاغفر لنا النور داف وارحمنا النور نحريسو وأنت أدق خير الغافرين كوة دنب قدافة أو دنبات كخير بلنتهاي اللي خلقك كلب وحسير نافة أوترا اسم رافضة ذا سطي مضمن أنت خير الغافرين والله سبحانه.